حلمت بأربع رجال لابسين أسود ماسكين عصمان دقنه قائد سوداني تاريخي. أربع رجال لابسين أسود ماسكين عثمان، تمام، ده قائد سوداني تاريخي طرد الاستعمار، وبعده مسكوا ثلاث رجال وقائدهم لابس أسود وأحمر يمثل دولة أجنبية، فانطردت القائد ومتزوجة. هنا أربع رجال لابسين أسود وماسكين عثمان القائد السوداني ده. طبعا احنا دلوقتي في مشكلة في السودان، ودول أربع رجال لابسين أسود، ده كده في مكر. وبعده مسكوا ثلاث رجال وقائدهم برضو لابس أسود والأحمر ويمثل دولة أجنبية. دي رؤية عامة ملهاش علاقة بيكي يا أم هدى، دي رؤية تخص السودان فعلا فعلا، وفي حوار كده هيحصل فيه، في شخصية هتبقى معروفة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، هينكشف أمرها داخلة في الحوار بتاع السودان، وممكن تكون دولة تكون لها شنتها شنة ورنة زي ما بنقول، ممكن تكون دولة أجنبية، فهيتعرف تورطها في حاجة تخص السودان. دي رؤية عامة، تورط دولة هتنكشف، تورط دولة في مشكلة السودان، ودولة معروفة جدا جدا وفي نفس الوقت ليها قيمتها، يعني ممكن تكون دولة أجنبية فعلا، والله أعلم.